مستمرين بجولاتنا بين الناس وحلقتنا اليوم ويا الفيترية احسن ناس. اهلا، الشغل موجود جاي يشتغل، خاف يطلع صوت. لا لا، حياكم الله، يا اهلا وسهلا بك. كل عام وانتم بخير. الله يعافيك. تعرف حضرتك؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله كل الهلا. وانا ابو شمس فراس. ابو شمس. وانا علي جاي صالح سيارة يوم ماني. ابو علي شوي دنا علينا، خلنا دنا واحد يوم ثاني. شلونكم وشلون الصحه؟ الله يحفظك، حياك الله. شلون مهنتكم؟ والله مهنه حلوه. حلوه. اي والله طبعا اكيد اكيد. هاي المهنه مو بسهوله يعني. أي. من زمان انت بهاي الشغله مال؟ انا هنا بهذا المكان من 91. من 91؟ اي نعم. قبلها وين كنت؟ كنت بحي الصناعي. حي الصناعي. اي الثمانينات، فتره الثمانينات بالصناعي. طبيعه عملك شنو بالضبط؟ طبيعه عملي ميكانيك، يعني احنا نشتغل على الماكينه فقط. بس الماكينه؟ اي بس الماكينه. مثل شنو العطلات او فتشي؟ يعني من تجفيت، من كهربائيات الماكينه نشتغل بيها، من تصفيتها بصورة عامة. نعم. هذا كل السيارات بصورة عامة. كل السيارات. اي نعم. شنو العدة اللي تشتغل بها اكثر شيء؟ العدة يعني هاي الاسه الموجودة يعني. نعم. الصواين ما نعتبرها احنا، مو الحديثة عندنا، احنا ما منزلين يعني قطع مالتنا حديثة يعني بسيطة. بس صادفك شيء بعملك بخلال هاي الفترة فتشي موقف طريف او فتش شغلة يعني تتذكر لي موقف طريف؟ واحد جاي يصلح يمك. والله ما اتذكر يعني شوي. ما تتذكر؟ ما اتذكر. اي والله مواقف واجد يعني تمر علينا. وهنا جماعه جاي يصلحون؟ احنا من زمان نصلح يم استاذ ابو عبد الله. نعم. يعني صار لنا سنين يم نصلح، لانه نعم. انسان يعني فيتر ثقه، واليوم تعرف. نعم. بهذا الوقت الانسان اللي ينصح والفيتر المضبوط الناس تشلب بيه تجي يعني تصير معاميل عده. فاحنا من زمان صار لنا سنين يمه مختلف السيارات. شنو العطل هسه بسيارتك موجود؟ احنا عندي تصفيه محرك شويه خربطه يعني. هو هسه راح يفتح نوزلات الرجل وشغلات فيت بام يصفي السياره، احنا متعودين عليه يعني. احنا ذبها يمه هو يصفيها بعد يقول لنا صفت. سيارتك يا موديل؟ انا سيارتي موديل 2008. 2008. شنو نوعها؟ كراون. ويعرف هو لا يصلح حديث وقديم. نعم. يعني جاي يواكب الحداثه. ها تمام. وهنا انا والله هم دائما احنا جي مع ابو عبد الله. ابو عبد الله ونعم من عده يعني رجال. نعم. خبره. شنو انت انا سمعت سيارتك عطله؟ اي نعم. بالشارع؟ بالشارع. اي والله. واحنا مؤخرين بيك نيسان عدي. شنو نوع عطلها؟ كهربائي يعني اتوقع يعني ما جيد. هم يشتغل كهربائي ما شاء الله؟ كهربائي ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله. اي نعم يشتغل كهربائي ماكينه مثلا ميكانيكا بشكل عام. ما ماكينه يشتغلها وين عطله؟ وين مكان موجود؟ انا عم ببرع يمين اشو السفاره هاي نابو عبد الله. السفاره الايراني. انا حاضر، خفت تريد اصلحها لكم. ما لي علاقه بالشغله. الله يبارك. اي نرجع. نرجع يا مواليد. انا 1969. 1969 تقريبا نفس عمري. اي شباب احنا. وهنا يا مواليد؟ انا مواليد 78. 78. وهنا انا ابوهم 62. 62. يعني هسه اول مره انت بالعمر، ثاني شيء انا، ثالث شيء منه ابو عبد الله. ابو عبد الله من ابو شمس. وانت شباب احنا ترى. لا الحمد لله. اي والله اقول لك اياها، خاف احد يشوفنا. كلكم شباب وحيوي. يعني تريد موقف انت من ساعه سالتني على الموقف؟ اريد الموقف. الموقف هيك ايام شلون يعني بعد شلون نقول باكر العيد. جاي انا مبدل كاشخ قوي هنا واقف هنا جاي يشتغلون بالسياره، فاتحين الطبق مال الماكينه مالتها. قال له شغل ويا ما قال له شغل ويصير قطعه دهن. كل الدهن عليه. ملابس العيد. ملابس العيد. اي والله العظيم. شنو السياره كانت؟ كانت وقتها كروني. كروني. اي نعم. زين قل لي السيارات الحديثه كلش هم تصلحها؟ اي نعم ال 24 هسه احنا عندنا هاي السنتافيه ال 24. نعم. طارق هاي كامل شغلناه كملناه جهزناه. عقل ما عقل مو كله هو كله. ها حتى يمك ما شاء الله عندك هالجهاز مال؟ لا يجي ولا صديقي يمي على البرمجه يعني شغلات مالتها كلها موجود. انا نجهز كل شيء وشغلات برمجه. شلون قضيت رمضان؟ والله لا السنه نعمل رمضان بخير، مو لا جوع ولا عطش. لا الحمد لله. الحمد لله الجو حلو ومرتب. حلو ولطيف الحمد لله والشكر. يعني رمضان السنه الحمد لله والشكر. ولو بعض تدري احنا مو بس علي يعني تدري على الناس كلها شويه بعض المعوقات جزء العوائل الفقيره كذا. نعم نعم. يعني بيها تدري بس. نعم. الحمد لله والشكر وان شاء الله الله يعدي على خير هاي الغمه، وان شاء الله نتمنى انه العراق يزدهر ويتطور والناس تستقر من حال الى حال الى حال افضل ان شاء الله.
وهنا انا شلون والله نحن على رمضان احنا يصير اكثر عملنا يصير بالليل يعني نعم. بالنسبه لي انا كهربائي مال البيوت نعم. بس اكثر عملي انا والكادر مالي نطلع بالليل نشتغل ها ان كهربائي مال البيوت عندك محل يعني لو لا لا علي ما اعرف على على التليفون هسه تدري كلها صارت اكثر شيء صارت على التليفون والناس يعني على على الانسان مثلا الشغله الثقه يعني هذا يصير يعني مع عميل من اجي ما ابو عبد الله ليش انه رجال ينصحب عمله فاجي نعم. يمه نعم. انا بالنسبه لي من انصحب عملي الناس تيجي تدور عن ناس اصحاب الخبره اصحاب العمل الزين نعم واكو شغله ثانيه اريد اقول لكم بيها انه صارت اصحاب المهن اكثر شيء اللي ما يمتلك محل يكتب رقمه على الدراجه او على السياره او على الستوته مثلا حداد متنقل رقمه كذا كهربائي مثلا رقمه كذا لا ننسى مواقع التواصل هم لها دور طبعا نشر يعني هاي تعتبر دعايه واعلان يعني مجانيه شلونك مواقع التواصل الاجتماعي والله يعني ما اتعمق بينه وايد بس احاول اعرف مثلا ظروف البلد وهاي الشغلات اطلع بس ما ادخل يعني تدري في امارات ما تدخل بموضوع سر مهاترات وكذا فاحاول بس يعني اطلع وهاي هي بس مجرد اطلاع اطلاعي يعني ما تقدر تتعمق بينه ما تقدر تنشغل احنا بواقع هذا واقع افتراضي نعم بمساوئ وبمحاسن فاحنا يعني لازم نعرف احنا شلون نستخدمه باسلوب يعني ناجح يفيدنا ونمتنع عن المضار مالته تنشر قليل جدا يعني واذا اريد انشر الا مثلا فد موضوع عام اما يصير تعليق او نشر فد حاله سلبيه ننتقدها او حالة يعني مواكب الاوضاع اللي موجوده يعني اذا كانت حاله سلبيه تشوفها حاله سلبيه او حاله في صالح البلد يعني نحاول ان نحث عليها يعني من هاي الامور لكن يعني قليل بس الشغلات الثانيه نحاول نبتعد عنها لان تدري هاي مهاترات وكذا على يعني امور ما لها كل داعي زين سؤال بنظرك هل وسائل التواصل الاجتماعي اثرت على العالم اثرت على العوائل ولا اكو شيء جانب ايجابي وجانب سلبي والله شوف هي بيها جانب ايجابي وجانب سلبي لكن احنا مع الاسف نشوف انه اكثر التاثيرات سلبيه مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك صارت عندنا حالات هجينه وجديده على المجتمع العراقي ما مرغوبه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي نعم فهو هذا اللي احنا ننتقده وتدري هو كل شيء الى يعني كل شيء بمساوئ ومحاسن وهو سلاح ذو حدين واحنا بكيفنا نقدر نستخدمه بالامور الصحيحه ونقدر نستخدمه بالامور الخاطئه لكن نحاول نبتعد عن الامور الخاطئه ونحاول نعلم اطفالنا وخاصه الاطفال وبالمدارس تاثير على تفكير الاطفال نعم. وقله يعني شوف يعني هسه الطلاب بالمدارس مو مثل طلاب قبل اي مدرسه او اي شخص بال يعني مختص بعالم الطفل يقول لك ابعد النقال عن الطفل لان جاي ياثر على عقليته وعلى دراسته نعم. فاحنا نحاول انه يعني هاي الامور نبتعد عنها بالامور الصح وهنا شلونك وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا احنا الجيل الستينات هل اثر هل خايف انت على يعني اولادك او خايف على الاشخاص المقربين لك ولا الشغله عادي كل من يقدر حسب اللي يشوف يعني احنا جايين نلاقي صعوبه بالسيطره على اولادنا حقيقه الامر يعني انا اطلع للعمل اطلع اجي مثلا العصر هاي بالايام خلينا نقول مو برمضان قبل رمضان تجي مثلا العصر انت تعبان بس تريد ترتاح شوي بالليل تدق راسك تنام من وقت تجي انت بعد هاي الجهل او الشباب تليفوناتها بيدها وما تعرف شيء يطلعون ما يطلعون صح زين من تجي تحكي وياه قال لك بابا جاي ادرس ما تعرف انت شنو اللي نعم شنو اللي دور وهنا ويا وسائل التواصل الاجتماعي والله هو فد اعلان يعني ناشر تلي. انت مثلا حاط تليفونك او حاط فد شيء لا ما عندي فد نشر يعني ما تنشر بس مجرد بتطلع يعني حد. بس مجرد اطلع اي نعم هذا الولد يمكن يريد يصلح مو اي نعم جاي يصلح خلينا نشوفه تعال عمي تعال خويا تعال بدون زعم عليك تعال الله يساعدك شلونك شلون صحتك شلونك جاي يصلح ايه شنو عندك؟ تعالي هنا تعالي تعالي شلونك؟ الحمد لله شلون صحتك؟ زين استلمناك وانت جاي والله سايبه شنو عطلها؟ درايم شيفتات درايم شيفت؟ اي باستمرار تجي هنا؟ اي باستمرار اي نعم شو اسمك؟ تعرف حضرتك جبار انا جبار كل الهلبي كم مواليد؟ 2003 سيارتك هاي؟ اي تشتغل بيها؟ لا ما اشتغل ما تشتغل بيها وقلت شنو عطلك؟ درايم شيفتات درايم شيفتات درايم بس احنا قبل شوي كنا نحكي على موضوع على موضوع الفيتر شنو هسه ما تبلش شنو راح تفحص؟ يعني بسرعه عامل حداديه مالت هي نعم
تشيكها وتشوفها. احنا فاحصين هيله سابقا والعصر. نعم هسه بدينا جاي نبدلها دراشفتات مالتها. ها تمام ايه. تمام شنو يعني حسيتها مو لا طقطق منه افترض بس طقطقه بالفرع. توقعك انت شنو توقعت وجهت الربل هالاوفت شيء؟ لا انت هو دراشفت دران شفت يقول قبل فترة يمكن أصور سوا قلت له لا تشيك الله يسهل حبيبي تسلم لي تسلم لي يعني أول شيء مشكورين وشكرا جزيلا على الله يخليك الله يخليك حبينا شوية نتلاطف وياكم شرفتونا بالعكس شيء حلو يعني الله يخليك بالعام وانتم بخير الاثنين عليكم على محمد العراق اجمعين ان شاء الله مشكورين حبيبي شكرا جزيلا اهلا وسهلا.